السلام عليكم. محاضرتنا الثالثة موضوع الهرمونات هي الميكانيزم اوف هرمون اكشن. الهرمون مدياتي تشينز ذا تارجت سيلز باي بيندينج تو سبيسيفيك هرمون ريسبتور. اذن اهم عملية هي راح تتم من خلال ارتباط الهرمون مع ريسبتور الخاص له. الريسبتورات راح تكون مور سبيسيفيك للهرمونز. ممكن نشوفها بعدة خلايا موجود هاي الريسبتورات، او نلقى على نفس، واكيد راح نلقى على نفس الخلية عدة ريسبتورات. يعني لكل هرمون اكو ريسبتور اللي ممكن يستقبله. Number of receptors بمعنى آخر، كل ما كان عدد الريسبتورات اللي راح يصير بها ريسبونس بالهرمون المعني determines بالمقابل cells sensitivity to that hormone and resulting cellular response. بمعنى إذا بالريسبتورات ممكن أن نوصل إلى cellular response. حالة الأب regulation number of receptors increase، فلما يزيد عدد هاي الريسبتورات راح يزيد عندي الاستجابة response، وبالتالي راح يزداد عندي الهرمون levels ونوصل إلى مرحلة cell more sensitive to the hormone to more cellular activity. وطبعا العكس، اذا صار عندنا عدد اقل decrease in receptors ننتهي بcellular activity reduced. فاذا هذا نسميها down regulation. اذا العملية مهمة جدا، وهي الريسبتورات وفعاليتها واكتيفيتي مالتها اللي راح تصير لها باعتماد الهرمون المعني وباعتماد تركيز هذا الهرمون وعدد هذه الريسبتورات، راح نوصل نتيجة الى الاكشن اللي راح يصير بالمقابل. الميكانيزم اوف هرمون اكشن ريسبتورز، كنا قبل شوية انه اني في سبيل ان يتم هالرياكشن هذا لازم اكو فد ريسبتور يستقبل لي هذا الهرمون، وعلى اثره يصير البيولوجيكال ريسبونس. فلذلك اينر اوتر ذا سيل، المهم انا بالمقابل الريسبتور اللي راح يجي راح يسوي لي اكتف سكند ماسنجر اللي هو سايكليك اي ام بي وسايكليك جي ام بي، لان راح يتاثرن الفوسفور ريليتد سيلر بروتين. عندي بروتينات موجوده راح باعتماد من هو الفوسفور ريليت نربط فوسفيت او نحذف فوسفيت. طبعا ما ربينا اذا تتذكروها بمحاضرات الكربوهيدرات من اخذنا الاكشن اوف انسولين والجلوكوز. المهم نكمل، ممكن يتم بها الكنترول على ايون شانل، وكذلك اغلبهن يكون بها ريجوليت اون جين ترانسكريبشن. الريسبتورات قلنا اكو نوعيتين، النوع الاول نسميه انترا سيلولار ريسبتورز، هذول من جماعة الليبيد دريفيد اللي هو راح تكون سوليوبل، راح يكون هذا راح يكون الهرمون نفسيته راح يكون من نوع هرمونات الستركشر مالته الليبيد، فلذلك يكون من جماعة الليبيد دريفيتيفز او نسميه سوليوبل هرمونز مثل الستيرويد. اولا خارج الخلية راح تجي يعني نبديها من اول ما تم افراز هذا الهرمون اللي هو من جماعه الليبيد سوليوبل. بالبدايه راح يتم اول ما يتم افرازه من المعنيه راح يكون
طبعا هو ليبيد فراح ينتقل بالبلاد ستريم، فلذلك ليبيد بنص محلول اكيوس مائي زحمه، فايش راح يسوي؟ راح يروح الفري، هو يروح فري بس اغلبه ما يروح فري، لا يروح يرتبط ويا بروتين، وفي سبيل هذا البروتين يسهل عمليه انتقاله بالبلاد ستريم. هاي اول وحده. من وصل للتارجت سيل، اذا بالنقل بالترانسبورت كان عنده عمليه بيند ويا من ويا بروتين. من وصل للتارجت سيل شو راح يصير؟ راح يصير بي انه راح يقدر هذا تحصل عمليه ديفيوجن كروس ذا ليبيد باي لاير، يعني راح يقدر يخترق ويدخل هاي الطبقه طبقه الليبيد العفو الى يوصل الى بالبلازما ممبران اوف سيلز. الستيرويد هرمون قلنا دخلت الى الممبر اند انترا سيلر ريسبتر، راح تكون بالداخل الريسبتورات. ليش دخلت؟ لان الريسبتورات بالداخل. شو السبب اللي خلاها تدخل؟ لانه هي تقدر تدخل، لان الطبقه دهنيه ليبيد باي لاير، وهذا تركيب ليبيد من جماعه الليبيد سوليبل، فممكن ان يخترقها ويدخل الى الداخل السيتوبلازم، وهناك عاد بالسيتوبلازم شوف حسب الريسبتورات، لو نلقى الريسبتور موجود بالسيتوبلازم نفسه لو بالنيوكليوس فهنا او هنا هو راح يوصل. المهم تعدى اول دخل بالانترا سيلولار وهناك راح يشتغل على الريسبتورات. زين طبعا نوصل هناك شو راح يشتغل؟ راح يشتغل على سبيسيفيك جينز on the cells DNA. وهناك بالريسبتورات على سبيل المثال راح يشتغل على messenger RNA كspecific gene، وهكذا تستمر العملية إلى أن يؤدي الأكشن المعني. هذه بالإنترا cellular receptors. زين هنا عندنا مخطط منطقي احنا، وهذا المخطط يوضح لك بصوره بالانترا سيلولار. اول شيء انترا نيوكلير ريسبتر اللي رمزناها ان ار راح تجي بالموجوده هاي بالسيتوبلازم، راح تجي ترتبط ويا اتش اس بي اللي هو هيت تشوك بروتين. بعد ذلك هذا translocates to the يروح ينقل الى النيوكليوس، وراح من النيوكليوس هناك راح يروح يلقى HRE اللي هو هرمون ريسبونس اليمنت، وهناك بعد ذلك راح يكون الهدف مالته تغيير بالجينات، فيروح على بالمسنجر RNA يرجعه الى السيتوبلازم، وهناك راح يصير changing بال cell function. أما بالميمبران bond اللي إذا عندنا النوع الأول intracellular والآخر ميمبران bond، هذا اللي راح يصير من هو؟ هذول مو جماعة خلينا نقول الستيرويد أو ليبيد نوت، مو جماعة الليبيد soluble، هذول النوت ليبيد derivatives مثل الامينو اسيد البوليبيبتايد. هذه طبيعه تركيبتها مو مثل تركيبه الليبيد سوليبل، فتقدر تسوي ديفيوج وتدخل بالتارجت سيل توصل للبلازما، لا هذه ما تقدر تسوي ديفيوجن. فلذلك راح نلاحظ الريسبتورات موجوده وين؟ بالممبران بلازما ممبران هرمون ريسبتورز نسميها هناك بس العملية أيضا، بس هذه ارتباطها شو راح يؤدي لي؟ راح يؤدي لي إلى هنا طبعا عندنا هذا، وهاي احنا هم شارحي سابقا جي تي بي راح ينطي بالأدينيل سايكليز، راح ينطيني الأدينيل سايكليز الجي تي بي راح يتحول إلى جي دي بي لتراي صار داي. طبعا هاي هنا الممبران وهاي الريسبتورات، بالمقابل لما مثلا اجى الابينفرين هنا ربط راح بالمقابل يتحول الجي تي بي الى جي دي بي، راح ينطي فوسفيت، هذا الفوسفيت راح يسوي لي اكتيفيشن للادينيل سايكليز
وتكون عندي الان الاي تي بي تحول الى سايكليك اي ام بي، والسايكليك اي ام بي هذه الفوسفو دايستريز اللي هو راح يحول لي سايكليك اي ام بي رجع بشكل اي ام بي، وطبعا هذا السايكليك اي ام بي له في التاثير على سبيسيفيك ريسبونس معين راح يكون بالمقابل. الان بنفس الموضوع اللي حكينا به قبل شويه، هذه هنا أنا شرح مفصل لها انه شرح تجي ويسوي لي سايكليز، هذا الكلام اللي قلته، ويتكون عنده دينايل سايكليز، وبعدين راح يتحول الى اي تي بي الى سايكليك اي ام بي. ريجوليشن اوف ريسبترز، عندنا الاب ريجوليشن والداون ريجوليشن. انا اريد اسوي اب ريجوليشن، اذا ازيد من الريسبتر نمبرز. لما اريد اسوي داون ريجوليشن لا، اقلل من الريسبتر نمبر. عندي اللي راح يتحكم بهالعمليه الهرمون ليفلز راح يشمل الهرمون برودكشن والهرمون سكريشن، وبعد ذلك الهرمون ميتابوليزم. طبعا الميتابوليزم يوصل للتارجت، ايضا الترانسبورت مال هذا الهرمون كان الانتقال مال تفري لو بيندينج وذ بروتين، ايضا هذه تاثر. الميكانيزم للهرمون ريجوليشن راح تكون بثلاث طرق، اما نيورال ريجوليشن او يكون هرمونال او هيومورال. فناخذ واحده واحده. النيورال ريجوليشن الاندوكراين جلاند ممكن ان يتم تحفيزها باعتماد النيرف سيستم. بعض الحالات النيرف سيستم إلى تأثير مباشر على الاندوكراين جلاند وبالتالي النيورال ريجوليشن، مثل الابينفرين وغيرها. وعندنا فد مثال منطق في حالة الستريس ايش راح يصير عندي، الادرينال راح تبالميدولا، راح رأسه راح يكون تأثيره على الادرينال والميدولا، وبالاخير راح تفرز هرمون الابينفرين والنورابينفرين في حالة الستريس. اذا عندي النيرفز اثر على الستريس، اثر على اليمن على افراز الابينفرين والنورابينفرين، اذا الاكشن كان سبب نيورال، فاذا هذا نسميه نيورال ريجوليشن. الهرمونال ستيمولاي اللي هو مثلا الثايرويد، انا عندي تي 3 وتي 4 اللي تنفرز من الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند طبعا اكون انا عندنا مثال خلي نروح له بعدين. الثايرويد جلاند الان انا اللي عندي اللي يصير بها شنو؟ انه الثايرويد ريليز هرمون من الهايبوثالاموس راح ينفرز، راح يحفز لي الانتيريور بيتويتري جلاند انه تفرز هرمون ثايرويد ستيمولاتينج هرمون. هذا اذا هذاك هرمون وهذا هرمون اخر، انه بالثايرويد ستيمولاتينج هرمون اللي هو تي اس اتش راح يروح ياثر على الثايرويد جلاند نفسيته. اذا صار عندي بنينا من الهايبوثالاموس، رحنا على انتيريور وهسه وصلنا بالثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند راح تبدي تفرز وتتحكم بعمليه افراز من هو التي 3 والتي 4. اذا اعاز اخذ اعاز، يعني هذا نسميه اللي سميناه احنا الثايرويد اللي سميناه الهرمونال ستيمولاي او هرمون ريجوليشن. فهنا عندي الكنترول اوف هرمون ريليزنج ان ريسبونس تو تشينج اكسترا سيلر شانس بلاد اور ايون كونسنتريشن ان ذا بلاد. وطبعا هذا دائما ننطي عليه مثل الجلوكوز. انا عندي الجلوكوز اتحكم به من ليفل مالت الجلوكوز. الجلوكوز هو مو هرمون تعرفون تو سبستانس الجلوكوز، لكن اللي ارتفاعه وانخفاضه مستوى بالبلد ستريم اللي راح يحفز لي او يثبط لي الانسولين على ضوء الانسولين اللي هو هرمون باعتماد الليفل مال الجلوكوز. او عندنا بعض المينرال وشون ياثر عليها مثلا ADH وغيره.